محصول العراقي شد حاجز السوق اذا الدوله تدعم الفلاح وتدعم يعني ابو العلوه يسد ما يعني يسد المستورد ما يفيدنا المستورد يعني يسد ليش ما يسد يعني اكو محصول كافي بالشارع اليوم اي محصول طماطتنا دينار يعني 300 دينار يعني توصل هنا يعني الفلاح اصلا كل شيء ما يستفاد ظل الطماطه بتيتها ظاله بتيتها بربع دينار سببها شنو الدوله هي الفاتحه المستورد والمستورد عم على الفلاح اراضينا كلها جرفوها قاموا يبيعون بيها يعني دور سكنيه وعافوا الزراعه وناس راحت طوعت بالجيش وبالشرطه يعني هسه المحصول العراقي متضرر بالعلوه اي متضرر حيل متضرر إيه. ما عليه سحب ما عليه سحب ما عاد يشتري إيه. لان ينزلون نوعيات يجيبونها فاخره وباسعار بسيطه طبعا يعوفون العراقي ويشتري المنتوج شو اسمه احنا هسه حاليا بعلوه جميله بكل العلاوي احنا مو عندنا نقول مثل خطه اقتصاديه ناجحه ليش؟ لان اكو فتره ينقطع الزرع واكو فتره يستمر الزرع. هسه اليوم انت انقطع من عندك طماطه الايرانيه وانقطع من عندك مثلا الاسود الايراني الخيران. احنا هسه حاليا ما متوفر عندنا زرع عراقي هواي. الزرع العراقي ما متوفر عندنا بكثره، من يتوفر بكثره امنعه. واذا تريد هسه احنا عندنا حاليا يسمون لنا نظام التجاره الحره، يعني هسه عندنا بصل ايراني، عندنا بصل اوكراني، عندنا بوتيته ايرانيه. اذا ندخلهن للسوق بس خلي فوقهن ضريبه او خلي فوقهن قمرك. على مود بقال اذا ما يلقى ايراني يلقى عراقي. انت هذا مخلي السعر فوقه صاعد. وقبل كان زمن صدام اكو رقابه اقتصاديه. لوحه مال اسعار تندق بالمكاتب. مثلا البصل سعره 200 دينار. الفلفل سعره مثلا نقول 300 دينار. احنا هسه حاليا قلت لك بحكم نظام هذا مال حكم التجاره الحره ما عندنا رقابه مال اسعار. يعني هسه مثلا البوتيته ب 450 تروح لغير مكتب تلقاه ب 300 دينار. الايرانيه ب 400 دينار. ما عندنا يسمونه قلت لك يعني يسمونه امن اقتصادي. احنا سنوات تجي مثلا تجي ضباط والويه ورائد وكذا هاي يجي يقول لك مثلا بيع هذا البصل ب 500 بيع هاي اللي هنا 200 هو يحكي من كيفه انت ما عندك مثلا قانون اللي مثلا يخلي لك هاي الاسعار. يعني عندنا بعض البضائع تكفي مثل عندنا الطماطم موجوده ما يحتاج استيراد، عندنا الخيار هسه بدا يوقع المحلي. يعني ما يسد الحاجه، يراد شنو الدوله كنظام هسه الدول الأجنبي الدول كلها يعني العربية اليوم عندك أنت محلي فشي قليل لازم شو تسوي تطلع جايز مال تصدير على مود السوق لا يصعد ولا يبقى مثلا محتاجين نقول هذا محتاجين احنا بهذا العشر أيام بهاي العشرين يوم محتاجين فد ألف طن نسوي جازة مال ألف طن على مود شنو ما يصعد المحلي على الفقير هسه خيار عندنا موجود خيار محلي بس قليل كلش ما يسد الحاجة المفروض شو تسوي الدولة تفتح فد كميه هل قد تدخل الكميه ياخذون عليها قمرك على مود يبقى مستوى العراقي ما ينزل العراقي يعني يصير رخيص ب 100 وب 200 و 300 يبقى سعره محدود مثل الخيار هذا يعني هاي مشكلتنا هاي